عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ أميمة إلياس. اليوم إن شاء الله غادي نحضروا ميني بطبوط اللي ضروري في شهيوات رمضان. خليكم معايا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير عندي 3 الكيسان ديال الفورس دقيق أبيض، وعندي كاس من الفينو دقيق أصفر، عندي معلقة صغيرة معمراش ملح، عندي معلقة صغيرة عامرة سكر حبيبات، معلقة صغيرة عامرة الخميرة الخبز خميرة الفورية، عندي معلقة كبيرة من زيت الزيتون. دابا غادي ندوزو للطريقة. بسم الله على بركة الله. كناخد الملح، السكر حبيبات، خميرة، نخلطو النواشف، وكنضيف ملعقة من زيت الزيتون والماء دافي. ما ذكرتوش ليكم في المقادير، بطبيعة الحال الماء دافي باش نجمعو الخليط، يكون غير دافي ما بارد ما سخون، صافي باش نجمعو العجينة ديالنا. صافي كنجمعها على هذا الشكل بلا ما ندلك ما والو. كناخد الاناء نحطها، نغطي عليها بالسلوفان، هذا الشكل صافي، وكنخليها ترتاح واحد نصف ساعة وعاد نخدموها ان شاء الله. صافي راني لما خمرات الشكل كما كتشوفوا كيتضاعف الحجم ديالها. صافي كنفرغ منها داك الفازات، الشكل نقسمها على جوج. هذا هو اللي غنخدمو بيه تاعنا. صافي كنسرحها على هذا الشكل، وكناخد قطاع ولا اللي متوفر، انا كنخدم بهادي، عندي القطاع كبير، كنضغط هكا على هاد الشكل، صافي وكنبدا نهز نحط في اللاطة ديالي بهذا الشكل.
ديال البيض كندير المقله ديالي تسخن مزيان صافي، وكنبدا نرمي نعمل الشكل. هذا هو الشكل النهائي. نحل وحيدة، هاي ديجا حليتها. نحل وحيدة اخرى. كيف ما كتشوفوا كيجي رائع غزال. غادي نحضروا ان شاء الله، غادي نحضروا ان شاء الله حشوات مختلفه في رمضان. كنتمنى تعجبكم هذه الوصفه وتجربوها، كيجي رائع وناجح 100%. ما تنسوش جيم الفيديو فضلا وليس امرا، وتشاركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد أميمة الياس، مطبخ أميمة الياس. نبغي نبارك لكم هذا الشهر الفضيل، عواشركم مبروكة، بالصحة والسلامة، إلى فيديو قادم إن شاء الله. مع السلامة.